السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في الندوة، إن شاء الله تبقى ندوة مفيدة للناس، وإن شاء الله أقدر إن أنا أساعد فيها على قد ما أقدر. بداية يعني الموضوع إن أنا النهاردة هعتمد على أسئلتكم واستفساراتكم والحاجات اللي أنتوا عايزين تعرفوها بالنسبة لمشوار الهجرة عموما ومعادلة الصيادلة خصوصا. فيعني حابب يعني أسمع استفساراتكم في أي وقت، وفي نفس الوقت يعني أنا هتكلم عن شوية حاجات ناخد بالنا منها خلال المشوار ده كله إن شاء الله. هو مفيش فيديو يعني علشان بس جودة النت ما تقطعش عند ناس، قلت يعني خلينا إيه النهاردة صوت بس. ف يعني معلش أستاذ عبد الله ودكتور عبد الله، مش هتشوف فيديو، إنما هتسمع صوت بس. الصوت واضح يعني أهم حاجة. تمام جدا. طيب الأول هكلمكم شوية عن الفرق بين مهنة الصيدلة عموما بين كندا ومصر. يمكن الناس بتبقى متخيلة إن في فرق في شكل الصيدليات، وإن الصيدليات في كندا ما بتبيعش الحاجات اللي ممكن تبيعها في مصر. والغريب هنا إن أنت ممكن تلاقي حاجات أنت ما تتخيلش إنها ممكن تتباع في صيدليات. إحنا الصيدليات عندنا ممكن تبيع أجهزة كهربائية، ممكن يعني تبيع ورق، ممكن تبيع بيبسي، ممكن تبيع أي حاجة. إنما الفكرة نفسها إن مين هو اللي بيبيع الحاجة دي في الصيدلية؟ يعني الصيدليات بتبقى مكان كبير جدا، مكان تجاري كبير، في جزء خاص بالأدوية وباقي المكان التجاري ده خاص بكل حاجة تانية. فالصيدلي ما بيتعرضش لأي حاجة غير الأدوية وبس. هل في سن معين لتقديم الهجرة؟ لا، مفيش سن معين لتقديم الهجرة. إنما في يعني درجات معينة بتخلي فيه أولوية لسن معين. السن اللي بيبقى ليه أولوية هو السن اللي بيسموه سن العمل، أو بالمعنى اللي يعني اللي بيقولوه هنا سن العمل الإبداعي كمان، مش سن العمل، اللي هو بيبقى في العشرينات، من سن يعني 19 سنة فوق 18 لحد سن 35 سنة. السن ده هو أكتر سن عليه درجات، لأن الواحد بيبقى بكامل طاقته، بيبقى بكامل إبداعه، فبيقدر إن هو يفيد البلد بأقصى استفادة ممكنة. إنما في ناس بتهاجر في الستينات، ويمكن أنا يعني لسه متعرف على شخصية جميلة جدا جدا جدا، هو عنده 62 سنة، متخيلين؟ شخص عراقي، و يعني انتوا متخيلين ان هو يعني بيذاكر المعادله، يعني هو هيدخل معايا الامتحان الجاي وهو عنده 62 سنه. فالفكره كلها ان انت عندك طموح لحاجه وعندك امل لحاجه، خلاص اسعى ليها، ما يهمكش بقى سن ولا مش سن، ده مفيش يعني مفيش مشكله فيه. ايه العائق اللي بيخلي الناس ما بتعرفش تهاجر؟ العائق اللي بيخلي الناس ما بتعرفش تهاجر هو اللغه. إنما اشتراطات الهجرة يعني أنا شايفها كاشتراطات ولا حاجة. يعني هو ما قالكش مثلا إن أنت لازم يبقى معاك مبلغ مالي صعب جدا جدا، هو بالنسبة له يعني مصاريف الهجرة اللي أنت بتدفعها كلها هي مصاريف رمزية. إحنا يمكن بس عندنا المشكلة بتاعة الدولار دي، إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا كريم في الحل، لكن هي كمصاريف هي مصاريف بسيطة جدا هنا. ما بيطلبش يعني تعقيدات او حاجات، اشتراطات معقده مثلا سنين خبره طويله او حاجه زي كده. ما بيقفلش الهجره على سن معين، ما بيقفلش الهجره على عرق معين او دين معين، انما هو بيشترط لغه. وانا شايف ان دي حاجه يعني صحيحه، دي مش حاجه سيئه، لان انا لو جيت هنا كندا وانا مش عارف اتكلم انجليزي كويس، او اخترت مقاطعه كيبك مثلا وما مش عارف اتكلم فرنساوي كويس، فانا لا هعرف اتعامل مع الناس، ولا هعرف اعيش، ولا هعرف ان انا اشتغل، فانا هضر نفسي. فتعليم اللغه ده في الاول وفي الاخر هو ليك انت، مش للحكومه.
كتير من الناس اللي بتحاول إن هي تفكر في موضوع الهجرة بتشتكي من المصاريف، ولازم يعني نفرق بين نوعين من المصاريف، في مصاريف بندفعها الحكومة، وفي مصاريف هي خاصة بتكملة الإجراءات. يعني إحنا مثلا لما بنقول إن أنا في الهجرة هدفع يعني مثلا فوق 1000 جنيه في امتحان آيلتس، وفوق 1000 جنيه أو 2000 3 في التحضير للامتحان ده، فدي مصاريف ما طلبتهاش الحكومة الكندية، إنما هي لتكملة إجراءات سفرك. فالجزء الأكبر اللي هيدفع هو في تكملة الإجراءات، هو اللي أنا بستخرج بيه الورق وبترجمها، وتكلفة الاختبارات، خصوصا اختبارات الفرنساوي، واختبارات الفرنساوي غالية. يعني أنا أفتكر إن أنا دخلت امتحان دلف مرة أنا ومراتي، وده كان تقريبا ساعتها بحوالي 900 وحاجة، وبعدين دخلت تي سي اف مرة، ودخلت تي سي اف مرة تانية أنا ومراتي، ويعني كل امتحان من التي سي اف دول فوق 2000، فتكلفة رهيبة، تكلفة كبيرة يعني جنب باقي التكاليف. طيب أنا شايف في أسئلة، فهحاول إن أنا يعني أديها الأولوية عن الحاجات اللي أنا محضرها لكم. هل تختلف اشتراطات الهجرة من مقاطعة لأخرى؟ ده أستاذ أشرف. طبعا بتختلف إجراءات الهجرة من مقاطعة للتانية. خلينا نقول إن في نظام خاص بالمقاطعات، وفي نظام خاص بالدولة. النظام الخاص بالدولة اللي هو الإكسبريس إنتري، وده يعني شرط واحد، يعني عديت في النظام ده بتدخل أي مقاطعة وخلص الكلام. لكن أنت لو هتمشي في نظام مقاطعة معين، فكل مقاطعة ليها اشتراطاتها. يعني مثلا مقاطعة كيبك بتدي الأولوية للغة الفرنسية، ما بتديش الأولوية للغة الإنجليزية، بتدي 16 درجة تقريبا للغة الفرنسية وست درجات بس للغة الإنجليزية، لأن ده المهم بالنسبة لها. طيب مانيتوبا مثلا، مانيتوبا فيها زراعة، فبتبقى محتاجة مثلا، أو ساسكشوان محتاجة مزارعين كمان أكتر، فالأولوية بتبقى للمزارعين. اللي سمع عن موردون، موردون فيها مصنع كبير بتاع غزل ونسيج وكده يعني، فالأولوية بالنسبة لها للخياطين، وهكذا. فالاشتراطات طبعا بتبقى مختلفة من قطعة للتانية. أخفض صوت المايك. حاضر. كده كويس؟ هل الصوت كده كويس يا جماعة؟ ولا لسه يعني عالي برضو؟ كويس، تمام. طيب أستاذ عبد الرحمن أو مهندس عبد الرحمن، أنا مهندس اتصالات بس بشتغل في مجال تدريس الإلكترونيات، هل كده ما ينفعش أقدم على وظيفة مهندس؟ ليه؟ ما ينفعش تقدم ليه؟ خلي بالكو إن إحنا عندنا في مصر أو في الدول العربية نظام مختلف في التسميات عن كندا، فده بيديك الحرية يعني الفلكسبيليتي إن أنت يعني تختار مجموعة كبيرة جدا من الوظائف. ويمكن أنا كنت حكيت كده في فيديو سابق عن يعني حد كان بيشتغل في مجال الاي تي، و فالشخص ده كان شغال في مجال الاي تي، لكن هو كان خريج تجارة،
وكان في سنة من السنين من الوظائف المطلوبة الناس بتوع الماركتينج. فهو لأن هو شغال في وظيفة تانية عن شهادته، فافتكر إن الموضوع كده خلاص بالنسبة له انتهى. لكن هو عمل حاجة جميلة جدا، هو قدم إن هو بيشتغل بالماركتينج عن طريق الإنترنت، لأن هو خريج تجارة وبيشتغل في اي تي، فيعني ظبط السي في بتاعه وظبط خبرته بالموضوع ده. فالموضوع كله هو ان انت تظبط خبرتك وتظبط التسميات بتاعت النقطة بتاعتك. نظام المنح الدراسية، في يعني انواع كتير من المنح الدراسية هنا، ويمكن في ناس بتستغلها علشان تاخد الإقامة الدائمة، لأن هي ممكن بطريقة ما تتحول لإقامة دايمة. المنح الدراسية هنا منقسمة لكذا نوع، أولها هو القرض الدراسي، وده يمكن أنا ماشي عليه. القرض الدراسي هو إن أنت بتاخد يعني فلوس من أي بنك أنت يعني بتتعامل معاه، بشرط إن أنت تكون بتدرس أو عندك امتحانات معينة بعدد ساعات معينة، فأنت بتاخد الفلوس اللي أنت بتطلبها، وبتبدأ إن أنت تسدد الفلوس دي بعد ما تتخرج أو بعد ما تاخد شهادتك بسنة. يعني أنا مثلا كاتب لهم إن أنا والله هاخد شهادة الصيدلة مثلا يعني في 2020، فمن 2021 أبدأ إن أنا يعني أسدد المصاريف دي. طبعا المصاريف دي ما بتبقاش يعني ليها فايدة كبيرة، الفايدة بتاعتها بتبقى 1%، كلام بسيط جدا يعني. ده النوع ده من المنح الدولة هي اللي بتدعمه. النوع التاني من المنح هو إن أنت بتختار دراسة معينة، الدولة بتدفع 75% من قيمة الدراسة دي، وأنت بتدفع 25% من الدراسة دي، بتبدأ برضو تسديد 25% بعد التخرج بسنة. خطوات الصيادلة من الألف للياء، يمكن ده اتكلمت عليها في كليب، بس هي هتاخد أصل وقت كبير قوي لو أنا شرحتها هنا. شرحتها في كليب موجود على القناة عندي، بس ممكن أقول لكم يعني ال 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 يعني ال يعني هايلايت عنها، يعني إن أنت الأول أنت بتدخل في يعني ايفالويشن للدوكيومنتس بتاعتك، للوثائق بتاعتك لشهادتك وكده. لو اعترفوا بالدوكيومنت دي فانت بتدخل امتحان اسمه ايفالويشن اكزام. الايفالويشن اكزام ده اللي بيديك الاهليه ان انت تدخل بعد كده لحاجه تانية اسمها كواليفيكيشن اكزام. الكواليفيكيشن اكزام ده منقسم لحاجتين، ام سي كيو، وده بتمتحن فيه عن الريجوليشن وعن المانجمنت، يعني عن القوانين العامه لتنظيم مهنه الصيدله. وتاني اكزام بيبقى عن يعني ممارسة الصيدلة نفسها، والاكزام ده بيبقى اوبن بوك، يعني المريض بيدخل لك بيقول لك انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، والدكتور كاتب لي كذا، بس انا يعني حاسس باعراض جانبية، هل اكمل هل ما اكملش، ويسيبك. فانت بتحاول انت تدور على الاجابة. طبعا ده بيبقى محتاج منك ممارسة وتدريب كبير علشان تعدي. بعد كده بيبقى فيه امتحان قانون، بعد كده بيبقى فيه امتحان لغة، وبعد كده بتاخد اللايسنس بتاعتك. هل ممكن الدخول بفيزا سياحية وتحويلها دراسة؟ ممكن، لكن انت هتضطر ترجع للحدود وتدخل تاني. الناس اللي بتعمل حاجة زي كده بتدخل بفيزا سياحية وبعدين تطلع على البوردر، يعني على أمريكا، وبعدين تدخل تاني. هل أنا أحمد الزوبي الخريج جامعة القاهرة 2000؟ لا مش أنا. سوق العمل الصيدلة إيه أوضاعه؟ هل تتوفر الوظائف بسهولة ولا في زيادة في عدد الصيادلة؟ الحقيقة إن في يعني مؤخرا في زيادة كبيرة في عدد الصيادلة فعلا، خصوصا في يعني في مقاطعات يعني فيها ناس كتير من الصيادلة زي كيبك وزي أونتاريو، فالمقاطعات دي إلى حد ما بقى صعب إن أنت تلاقي فيها شغل للصيادلة. الشغل اللي بيبقى متوفر بيبقى يعني حاجة زي بارت تايم كده مثلا، يعني في إعلانات كتير
ليه صيادلة مطلوبين بارت تايم، بس انت صعب ان انت تلاقي، وانا بتكلم عن المونتريال بالتحديد، صعب ان انت تلاقي وظيفة كده مطلوب صيدلي فول تايم كده 8 ساعات ولا حاجة. الموضوع ده بيبقى صعب. هل البارت تايم بي بي يعني بيقضيك كمعيشة؟ بيقضيك كمعيشة عادي جدا، لأن أنت ممكن تشتغل بارت تايم في الصيدلية دي والصيدلية دي والصيدلية دي عادي. طيب كندا كبلد مريحة في المعيشة ولو في أولاد جو تربيتهم إيه مقارنة بأستراليا بالنسبة للصيادلة؟ أنا مش هقدر إن أنا أقارن بالنسبة لأستراليا، لكن أنا هقدر إن أنا أديك إجابة. هل كندا بلد مريحة في المعيشة؟ آه، كندا بلد مريحة جدا في المعيشة، لأن أنت مشاكلك بتختلف خالص عن المشاكل اللي أنت بتواجهها في مصر. وفي ناس كتير جدا يعني بتبقى مش متخيلة إن فعلا كم الأخبار اللي بنسمعها في كندا مختلفة قوي عن الأخبار اللي أنت ممكن تسمعها في الشرق الأوسط. فأنت راحتك النفسية كمان بتفرق. مفيش طبعا جو الـ يعني عدم انتظام الأمن أو كده، فأنت كمان نفسيتك بتبقى مطمنة على نفسك وعلى أولادك. فطبعا كندا بلد يعني أنا بعتبرها مريحة، ما بعتبرهاش أأمن بلد في العالم. ده كلام يمكن أنا اتكلمته برضو في الكليب الخاص بالأمن والأمان في كندا. يمكن أنا زرت الدنمارك فلقيتها أكثر أمانا من تصرفات الناس يعني، لكن عامة كندا بلد آمنة جدا. هل شهادة الفارم دي من مصر هتفيدني بأي طريقة بعد المعادلة؟ يعني ده من الأسئلة الصادمة بصراحة، للأسف لا. هو هتفيدك كمعلومات، لا، وانت بتعمل معادلة هتبقى يعني فاميليير بالكلام اللي موجود في المعادلة وكده، فانت مش هتتعب في المذاكرة، لكن هل هتفيدك انها تديلك يعني أولوية؟ للأسف لا. انما ممكن برضو علشان الكلام برضو يبقى واضح، ممكن تديلك أولوية في إجراءات الهجرة مش في إجراءات العمل كصيدلي في كندا. إجراءات الهجرة ممكن تعتبر كشهادة عليا تاخد عليها درجات. طيب بالنسبة للصيدلة، الامتحان في كندا ولا في مصر؟ الامتحان في كندا، كل الامتحانات للأسف في كندا الخاصة بالصيادلة. يمكن في بعض المعادلات بتبقى ممكن تمتحنها في مصر، لكن للأسف كل الامتحانات الخاصة بمعادلة الصيادلة في كندا. ازاي نوصل لقناتك؟ قناتي اسمها أحمد الزغبي تيوب، ممكن تلاقوها على يوتيوب. أسئلة جات على الجروب، ليه أهاجر وليه كندا بالذات؟ ليه أهاجر؟ ده موضوع يعني كبير. هستأذنكم لحظة واحدة. تمام، رجعت لكم. ليه أهاجر كندا بالذات؟ يعني أنا هقول أسباب، يعني مش يعني أنا مش هقول أسباب كل الناس، لأن كل واحد بيبقى ليه أسباب يعني في الهجرة. أنا بالنسبة لي حابب إن كندا تبقى بعيدة بصراحة، يعني
هي كده في الركن البعيد الهادي، بعيد عن المشاكل وبعيد عن يعني كم الحاجات اللي بتحصل في العالم. يعني في السنين اللي فاتت يعني نفسيا أنا تعرضت لمشاكل كتير خاصة بالأمن، يعني لأن أنا كمان كنت متطوع في الهلال الأحمر، فيعني شفت حاجات كتير جدا يعني تعبتني. فأنا كنت عايز إن أنا يعني أختار دولة تبقى بعيدة شوية، وإن كان خلاص ما يعني بالنسبة للأمن ما بقاش في أي حاجة بعيدة. تاني حاجة لأن كندا بلد الفرص حقيقي، يعني مهما كان سنك ومهما كان تعليمك دايما في فرصة ليك. تالت حاجة لأن شعب كندا نفسه شعب خلوق جدا بطريقة أنتوا لا تتخيلوها، يعني أنا معرفش هما بينقوا كلامهم جميل بالطريقة دي إزاي، وبيحبوا كمان إن أنت كلامك يبقى جميل، فأنت لما بتتعامل معاهم بأخلاقيات عالية وطريقة حلوة في الكلام بتلاقي رد فعل أنت يعني هتتبسط منه جدا. تجربتك في اجتياز المعادلة محتاجة يعني شغل، ومحتاجة إن أنت تبقى مركز فيها، ويمكن دي بتأثر شوية على شغلك لو أنت بتشتغل، وبتبقى صعبة شوية لو أنت عندك أولاد. يعني هدي لكم مثال. مثلا النهاردة اتفاجئت إن هنا بنتي عندها أجازة، فيحيى وهنا قاعدين معايا في البيت، فما ذاكرتش حاجة من الصبح مثلا. يعني ف يعني انا متعود ان انا اروح مثلا المكتبه اقعد اذاكر هناك او كده، ما رحتش فما ذاكرتش، فطبعا ضاع يعتبر يوم. ف يعني بتبقى صعبه لو انت بتشتغل، بتبقى صعبه اكتر لو انت عندك اسره، بالاضافه الى انها نفسها فيها شويه مفاهيم وحاجات احنا ما اخدناهاش. انواع الهجره وحساب النقاط بيكون ازاي؟ ده سؤال كبير قوي، ده سؤال يعني محتاج اكتر من ساعة للرد عليه، لكن يعني خلينا نقول مثلا ان في انواع كتير بينقسم على حسب المقاطعات، وحساب الدرجات كله بيبقى معتمد على حسب التعليم وعلى حسب اللغة وعلى حسب السن. كل ما كان تعليمك اكتر، كل ما كان سنك يعني اقل، كل ما كان معرفتك باللغة الرسمية سواء الفرنسية بالنسبة لكيبك او الإنجليزية بالنسبة لباقي المقاطعات بيبقى ليك أولوية أكتر. بيضيف على كده إن أنت لو كان مهنتك أساسا من المهن المطلوبة، لو كان في أطفال بيبقى برضو في درجات عليهم. ينفع أسافر دراسة وآخد دوام جزئي يرفع من نقاطي؟ آه ينفع، وفي ناس عملوها كتير. أصعب خطوات الهجرة هي الأيام الأولى. أصعب خطوات الهجرة هي الأيام الأولى، يعني تفكرتوني الأيام صعبة والله. أول أيام دي بالنسبة لي كانت أيام صعبة، لأن أنت جاي بلد أنت ما تعرفش فيها حد، بلد فيها حركة فيها شغل، ويمكن أنا مثلا أجرت الشقة على الإنترنت. فأول ما وصلت هناك كانت ما يعني كانت لسه بيجهزوا فيها وكده، فاضطريت ان انا اقعد حوالي 4 أو 5 ساعات قاعدين بنلف كده في الشارع، ولان كان معانا شنط كتير فسبتها في الشقه، وكنت خايف جدا انها تتسرق من العمال او حاجه. ويمكن انا لما اتكلمت معاهم قلت لهم، يعني قلت لحد معين مسؤول عنهم، قلت له هل يعني امان ان انا اسيب الشنط هنا؟ فهو استغرب من السؤال يعني. فده كان أول انطباع ليا إن الناس يعني ممكن هنا درجة الأمان تبقى عالية. لما رجعنا مفيش لا عفش ولا مفيش لا مرتبة ولا أي حاجة. أنتم متخيلين إن أنا وزوجتي والولاد أول يوم يعني نمنا على الباركيه، يعني نايمين على الأرض، ويمكن الدنيا كانت ساقعة شوية. فأنا يعني فعلا الأيام الأولى دي كانت أيام صعبة، ما كانتش سهلة خالص، وجالي شوية من الإحباط لأن أنا مش عارف أتكلم مع الناس، مش فاهمها، الناس بتتكلم بلكنة غريبة جدا جدا بالنسبة للغة الفرنسية. طب ده أنا ال CSQ بتاعي اللي هو موافقة المقاطعة عليا مكتوب فيها إن أنا فرانكفون، لأن أنا كنت جايب درجة كويسة جدا في الفرنساوي. فتخيلوا واحد فرانكفون
ومش قادر ان هو يتكلم فرنساوي، او مش معنى مش قادر ان هو يتكلم، مش فاهم الناس بتقول ايه بسبب اللكنه الصعبه. معاملات كتير مش قادر افهمها، يعني معاملات كتير مش قادر ان انا يعني اعرف ان دي مهمه او دي مش مهمه. فالايام الاولى هي اصعب الايام بالنسبه لي في الهجره. لو لديك أسرة بتاخدها معاك ولا بتسافر لوحدك الأول؟ ده سؤال أنا قعدت أسأله لنفسي كتير، بس أنا شايف إن أنت لو أنت عندك أسرة خدهم معاك في الأول، خطوة كده يعني الصدمة كده مرة واحدة وان شوت. لكن أنت هتيجي الأول تتبهدل شوية، وبعدين تيجي مراتك تصطدم بشوية حاجات، وولادك ما يحبوش الجو، يبقوا عايزين يرجعوا مصر. يعني إن أنا قاعد تعيط حوالي شهرين عايز ارجع مصر، كل يوم تقعد يعني قدام الشباك كده تقعد توصل الطيارات وعايز ارجع مصر، لانها مش قادره تتكلم مع الاطفال ومش قادره ان هي يعني تلعب معاهم ولا اي حاجه. دلوقتي الحمد لله هي منطلقه، فيعني خلي الفتره الاولى كده وان شوك ليكوا كلكوا، وتنتهي الفتره ان انتوا كلكوا يعني اتعاملتوا كويس. طيب عايز احوش فلوس للهجره ازاي؟ يعني انا عارف ان الاوضاع دلوقتي ممكن تبقى اصعب، لكن يعني انا قلت قبل كده في فيديو خاص او فلوج خاص بالحاجات اللي انا استخدمتها علشان اقدر ان انا اوفر تكاليف الهجرة. اول حاجة لازم تعملها هو ان انت هتشتغل اكتر. هتعمل ايه؟ هتشتغل اكتر، حتى لو الشغل ده ملوش علاقة بالصيدلة، واعذروني ان انا بقول كده. يعني احيانا انت بيبقى في مهنه انت ممكن انت تشتغلها ممكن تجيب دخل اكتر من دخل الصيدله، اشتغلها هي فتره مؤقته، انت بتحاول ان انت تجمع مبلغ مالي معين، اشتغل بقدر الامكان. انا كنت بشتغل حوالي وده بجد والله يعني من 14 ل 16 ساعه يوميا، انا كنت بهلك يعني في الشغل، بس ما كانش قدامي حل تاني. وتاني حاجه كنت بعملها هو ان انا الهوايه بتاعتي اللي هي كانت الويب ديفلوبينج، دي كانت بتجيب لي يعني دخل ما كانش يعني عالي، لكن مع الوقت جمع مبلغ كله كان بالدولار، فكان يعني ثابت كقيمة، وده اللي قدرت بيه ان انا يعني ادفع كل فلوس الهجرة. يعني كل الفلوس اللي حوشتها دي كانت بتاعت مصاريفي والورق وكده، انما كل الفلوس اللي دفعت من الهجرة ده حقيقي كان من الهواية، مش حاجة تانية. حاول ان انت على طول تغير فلوس كل ما تحوشها، ما تستناش، لان القيمة بتتغير بسرعة. يعني ده اللي اقدر اقوله لك بالنسبة ان انت يعني تجمد فلوس او كده. طيب هل البورد الكندي اللي الجامعات الكندية تديه؟ لا، البورد الكندي ده عبارة عن امتحان، اختبار لتحديد كفاءتك المهنية والعلمية، ان انت هل هتقدر تكون ملائم لسوق العمل كصيدلي. فالبورد ده اختبار ما بيقدمش عن طريق جامعة، انما بيقدم عن طريق الهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل الصيدلة في كندا. طيب أقدم المعادلة إزاي وأذاكر منين وتكلفتها حوالي كام؟ جميل جدا السؤال ده. هتدخل على الويب سايت بتاع بي او بي سي، قصدي معلش خمسة كده، بي بي اي بي سي، ده موقع دوت سي اي، ده موقع البورد الكندي. وهتبدأ ان انت تشوف الخطوات كلها. اول خطوة بتبقى ان انت يعني ان انت تسجل في موقع اسمه Pharmacy Gateway، بتدفع حوالي 325 دولار. بعد كده بتدفع تمن للدوكيمنت Evaluation اللي هو ان هم يشيكوا على الاوراق بتاعتك، بتبقى حوالي تكلفتها 550 دولار. بعد كده بتحجز أول امتحان اللي هو الإيفالويشن، بيبقى تكلفته 530 دولار. مش كل الناس بتمتحن امتحان الإيفالويشن، لكن كل الناس اللي من الشرق الأوسط بيمتحنوا الامتحان ده.
الناس اللي من اوروبا بيدخلوا على الكواليفيكيشن على طول. بعد كده بتدخل على الكواليفيكيشن، اول جزء اللي هو الام سي كيو بيبقى تكلفته حوالي 450 تقريبا، والتاني جزء اللي هو الاوسكي ده بيبقى بحوالي 1500، بيبقى فيه امتحان قانون بحوالي 600 دولار، وبيبقى فيه امتحان لغة بحوالي 300 دولار. يعني الموضوع مكلف شوية، لكن يعني هو يستاهل، يستاهل المصاريف ويستاهل التعب يعني. طيب أنا آسف لأن الأسئلة بس كتير، فبحاول إن أنا أرجع تاني علشان أجاوب على الأسئلة الأقدم يعني. هل لو لدي أسرة وأنا بقدم على الهجرة وقررت أسافر لوحدي، الأول بيتم التقديم على الأسرة كاملة وياخد نقاط ليها ولا بقدم فردي؟ لا، أنت بتقدم طبعا، طبعا أسرة، بس أنت ممكن تقول لهم إن أنت هتسافر لوحدك. أنت لو هتسافر لوحدك بتحدد ده في الأبليكيشن وما بتاخدش درجات عليهم، إنما لو هتسافر بالأسرة برضو يعني بتكتب تفاصيلهم وبتاخد درجات عليهم. الفكرة إن أنت بتكتب كل تفاصيل عن أي قريب ليك من الدرجة الأولى يعني، من أسرتك سواء الأطفال أو الزوجة، حتى لو هما مش هيسافروا، فكده كده أنت هتكتب أساميهم. طيب نحتاج فلوس قد ايه بحيث نبقى مستقرين في اول فترة؟ دي بتبقى على حسب القطعة اللي انت هتقعد فيها، علشان ما اكدبش عليك، لان يعني في اختلافات كبيرة جدا جدا في الاسعار بين مقاطعة والتانية. يعني مثلا الجي تي اي او اللي هي اسمها جريت تورونتو اريا، اللي هي بتبقى يعني تورونتو والحاجات اللي حواليها دي، غالية قوي عن مثلا عن كيبك. بريتش كولومبيا غالية، ألبرتا تعتبر أرخص، ساسكاتشوان أرخص وأرخص، فهي يعني على حسب المقاطعة. مين أكتر حد هيديلك يعني مبلغ واضح؟ إدارة الهجرة. إدارة الهجرة هي اللي بتحدد لك المبلغ اللي المفروض يبقى معاك. يعني هي مثلا كانت محددة للناس اللي هتيجي في مقاطعة كيبك أسرة مثلا من 4 أفراد، إن يكون معاها حوالي من 5000 ل 6000 دولار كندي، علشان تكفيهم تقريبا أول 6 شهور، أول 3 شهور آسف. فهي إدارة الهجرة بتحدد لك وتدي لك المعلومات علشان محدش يتورط. إيه الفرق بين الهجرة والمعادلة وإيه الأفضل؟ الهجرة حاجة والمعادلة حاجة تانية خالص. المعادلة دي حاجة أنت مش لازم تعملها، انت بتعملها علشان تشتغل كصيدلي، لكن الهجرة دي حاجة انت بتعملها علشان تروح كندا وتاخد هناك إقامة دايمة وتاخد بعد كده جنسية. أستاذ أحمد عمر، السؤال في حاجة غلط عشان يتمسح؟ مش فاهم والله، أنا ما مسحتش أي سؤال، فمش مش عارف. طيب طيب سؤال تاني، أنا مش عارف حاجة عن الهجرة أو المعادلة. طيب يعني أنصحك إن أنت برضه تدخل على القناة، لأن يعني الأول تاخد فكرة عامة عن إيه هي، يعني إيه هجرة ويعني إيه معادلة والكلام ده كله، لأن الكلام ده يعني يطول شرحه جدا. أذاكر منين المعادلة؟ ده سؤال كويس. أنت تذاكر الأول من كتب مصباح. مصباح ده دكتور هندي موجود هنا، وده يعني دايما الريفيوز بتاعته أو يعني الكتب بتاعته مذكرات دي يعني بندخل بيها الامتحان، لأن هو كويس جدا في الموضوع ده. كمان في مجموعة من الكتب زي الـ Comprehensive Pharmacy Review Board، ده كويس جدا جدا.
هل سهل الواحد يحافظ على دينه؟ طبعا سهل ان الواحد يحافظ على دينه. يعني انا يعني مش فاهم المغزى من السؤال بالظبط. يعني ايه سهل ان الواحد يحافظ على دينه؟ يعني انا جنبي مثلا 3 مساجد، والنهارده احنا صلينا الجمعه انا والاولاد، ما يعني عادي. بس هي الفكره في حاجه، علشان احنا بس عندنا المشكله، ودي اللي بتخلي الناس بيبقوا يعني اجريسيف ضد المسلمين. ودي يمكن من عاداتنا العربية، احنا لما بنشوف حد يعني لابس حاجة معينة، ولا مش عارف يعني تصرفاته فيها شيء معين، بنروح مثلا يعني نقول له المفروض ان انت تعمل كذا وما تعملش كذا وما اعرفش ايه، على اساس ان دي نصيحة وان لازم ان انا اعملها. يعني دي من الحاجات اللي بيصطدم بيها المهاجر الجديد لما بيجي، ان هو ما بيعرفش ايه الفرق بين النصيحة وايه الفرق بين الحرية الشخصية. انت بتنصح الشخص هنا لما بيكون مخالف للقانون، حد عمل حاجة غلط قانونا فتنصحه، ده ليك الحق ان انت تعمل كده والمجتمع يشجعك ان انت تعمل كده. لكن حاجة من حريته الشخصية ان هو يعملها وانت تروح تكلمه، ده يعني هتواجه بشيء من الـ يعني الكلام الشديد. واحكي لكم موقف علشان نبقى يعني مدركين يعني ايه حرية شخصية، ويعني ايه يعني ايه الناس ممكن تنصح، ويعني ايه ناس ممكن تحس بعنصرية وتقول في الاخر ان انا مش قادر ان انا احافظ على ديني كده. في موقف لسه حاصل الاسبوع اللي فات في واحد من محطات المترو، ان واحدة ست شرق اوسطية شافت يعني واحدة لابسة قصير، قالت لها ايه اللي انت لابساه ده، يعني يعني حتى لو مش حاسه بالسقعه يعني يعني البسها عشان الناس يعني. فطبعا هي بهدلتها وقالت لها لو مش عاجبك لبسي ارجعي يعني بلدك اللي كذا وكذا، وي 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 وي. وطبعا الناس وقفت مع البنت. ليه حصل الكلام ده؟ علشان الست مش مدركة ان هي ما بتنصحهاش، هي كده بتتدخل في حريتها الشخصية. فهو ده الفرق. فاذا كان قصدك ان يعني ان انا احافظ على ديني، ان انا طول ما انا ماشي اقعد انصح في الناس، لا دي حاجة يعني صعبة هنا، وهتواجه بشيء من يعني من العنف شوية في الكلام. لكن ان انت تبقى في بيتك وفي المسجد أكثر من كده بقى. الفتن والأجسام الغير محتشمة، خلاص يبقى كندا ما تنفعش. لو احنا هندور على يعني احنا بنبص ان في فتن وأجسام غير محتشمة، يبقى كندا ما تنفعش اصطلاحا. يعني هندور على دولة تانية. يعني هنا الناس عندها حرية كبيرة في اللبس. طيب في سؤال تاني، سمعت إن في كورس في جامعة في أونتاريو بيتاخد وفي تدريب معاه وبعدين آخد الإقامة وأشتغل في أونتاريو كصيدلي، هل هذا الكلام صحيح؟ ويا ريت تفاصيل عن الموضوع ده لو حضرتك عندك معلومات. طيب تفاصيل المعادلة في أونتاريو بتختلف عن باقي كندا، فعلشان كده يعني بالنسبة لامتحان زي الأوسكي مثلا لازم يتاخد له كورس معين في الجامعة بيتكلف حوالي 13,000، لكن أنت بتمشي في نفس إجراءات المعادلة. فإجراءات المعادلة في أونتاريو بتبقى أصعب بكتير. الناس بتعمل إيه علشان تبقوا عارفين؟ الناس بتعمل معادلتها في أي مقاطعة تانية وبعدين تيجي ترجع لأونتاريو. عايز أوضح كمان إن الكورس ده بيتاخد في حالة إن أنت يعني سقطت في الأوسكي، في اختبار الأوسكي، فبتضطر إن أنت تاخد الكورس ده. إنما لو ما سقطتش عادي بتعديه من غير ما حدش يعني يقول لك لازم تاخد كورس أو لازم تاخد حاجة. رأي حضرتك في المكاتب الخاصة بالهجرة؟ أنا بجد في السعودية وناوي أبدأ معاهم الخطوات. والله أنا شايف إن يعني موضوع المكاتب دي حاجة يعني هو بياخد فلوس لمجرد ان هو يقرا الويب سايت كويس ويعرف القوانين الجديده ويحضر لك ورقك، حاجه تقدر ان انت تعملها بنفسك. انا هاجرت انا وكل اصحابي من غير اي حاجه.
كلامي ما فيهوش أي عنصرية، وشكرا على الإجابة. أنا ما أقصدش كلام حضرتك فيه عنصرية، أنا أقصد إن التصرف اللي الناس بتشوفه من كرد فعل، لما واحد مثلا، لما واحدة تقول لواحدة أنت لابسة قصير عيب، فالبنت ترد عليها لو مش عاجبك ارجعي بلدك. الست الشرق الأوسطية أخذت الموضوع إن ده رد عنصري، فهي مش مدركة إن يعني إن بعض الحاجات ممكن تخلي في ردود عنصرية يعني تجاه. أنا ما أقصدش حضرتك. ما هي شروط الحصول على سوشيال ايد؟ إن بس يكون دخلك قليل وما عندكش أي مصادر دخل، بتثبت لهم الكلام ده وخلاص يعني بتاخد السوشيال ايد. انت قصدك الويلفير ولا قصدك السوشيال ايد اللي هي المنح الدراسيه؟ لان المنح الدراسيه هنا بنعتبرها سوشيال ايد. دكتور احمد سالتك فوق، سالتك هنا في المكتبه الاخير. انا خريج هندسه راجل ونسيج، دي مش مكتوبه، بس بشتغل في جرافيكس من 13 سنه، واخد شهاده كورس من 2003، بس ما عنديش شهاده خبره لان كل شغلي. طيب هل حضرتك عندك يعني بطاقة ضريبية أو كده؟ لأن البطاقة الضريبية دي أو السجل التجاري ممكن إن أنت تعمل بيهم شهادة خبرة وتأمينات كمان من يعني من الشهر العقاري. أنا قبل كده عملت من الصيدلية عندي، عملت شهادة خبرة ليا. فيعني أنت لو صاحب عمل ممكن تعمل لنفسك شهادة خبرة، بس أهم حاجة يكون عندك سجل تجاري. فهل حضرتك عندك سجل تجاري وبطاقة ضريبية ولا لأ؟ في مدة للمعادلة، وما هي الطرق للحصول على مبلغ مالي للعايش به؟ لا أنا مش فاهم يعني إيه في طرق للمعادلة، لكن هل في مدة للمعادلة، أنا آسف، مدة المعادلة دي معتمدة عليك. أنت ممكن لو بتعدي الامتحانات كلها يعني تخلص المعادلة في سنة ونص. لو انت يعني بتأجل او يعني بتعمل امتحان وتسقط في امتحان ممكن تقعد حوالي 5 سنين فيهم. طرق الحصول على مبلغ المال العاش بيه، يا اما قرض، يا اما قرض دراسي، يا اما في ناس بتقعد على السوشيال ايد، ودي حاجه انا يعني ما انصحش بيها. هل يمكن التقديم على الفارم دي في كندا وبعد ما انجح اشتغل على طول؟ لا، الفارم دي هنا هي شهادة يعني صحيح هي يعني بتعتبر ليها قيمة علمية، لكن لازم تعمل المعادلة بدان شهادة البكالوريوس الأساسية بالنسبة لك من شركة، فلازم كده ولا كده هتعمل المعادلة. هل ينفع أعمل المعادلة بفيزا سياحية؟ مش مشكلة، خش الفيزا السياحية اعمل الامتحان وارجع تاني، بس يعني مكلفة يعني. بخصوص تربية الأولاد في مجتمع غربي، حاجة ما تقلقش؟ حاجة تقلق طبعا، طبعا حاجة تقلق. بس الفكرة هنا فإن أنت يعني كل حاجة ليها ميزة وعيب، ولازم تبقى يعني واقعي مع نفسك. هل أنت شايف إن أنا هتكلم عن نفسي يعني، أنا دايماً ما بحبش يعني أحدد دولة بالتحديد أو أحدد شخص بالتحديد، أنا بتكلم عن نفسي. أنا بالنسبة لي أنا مش شايف إن حتى مصر مجتمع آمن لتربية الأطفال والأخلاقيات. الطفل ممكن يبقى في ابتدائي، يمكن الأطفال معاهم موبايلات وممكن يبقى فيها أفلام مخلة، وهيتعرضوا لإعلانات أفلام العيد. يعني أفلام العيد دي أنتوا لما تيجوا هنا هتتصدموا إن كم العري ده ما بيتعرضش في التلفزيون هنا عندنا. فعلا كم عري رهيب جدا جدا موجود في مصر. كم السب والشتيمة اللي أنت ممكن تسمعها في الشارع، يعني كم رهيب جدا جدا في مصر. يعني عمرك ما تسمع منها. في قانون بالمناسبة وبالتالي يمنع السب في العلن، وده مش معناها ان واحد بيشتم واحد او واحد بيتخانق، لا، ده انت مثلا بتحكي لصاحبك عن حاجه فجاتش فيما كده في الكلام يعني، وانتوا بتحكوا مع بعض.
ممكن لو ضابط شرطة يديلك مخالفة، الضباط هنا بيدوا مخالفة الأفراد، مش ده من الحاجات برضه اللي كنت مستغربها، ممكن ضابط يوقفك ويديلك مخالفة تكت. إيه رأيك في الكفالة الكنسية، وهل تنفع للمسلمين، وإيه نسبة الموافقة عليهم المصريين، وكم تستغرق من الوقت؟ طبعا موضوع الكفالة الكنسية ده ناس كتير جدا دلوقتي بتحاول إن هي يعني تنشط إجراءاته، والكفالة الكنسية تنفع للمسلمين، تنفع للناس كلها. بتستغرق قد إيه من الوقت؟ يعني هي يعني بناء على الناس اللي عملوا الكفالة الكنسية، لأن أنا ما مشيتش بإجراءات الكفالة الكنسية، أنا قدمت هجرة عادية. لكن الناس الجيراني اللي عملوا الكفالة الكنسية أخذوا تقريبا نفس الوقت، من 3 لـ4 سنين، في الوقت اللي أنا كنت مقدم فيه يعني، ممكن تكون برضه دلوقتي بقت أسرع. اسم القناة دي على يوتيوب أحمد الزغري يوتيوب، هكتبها لكم حالا. تمام، دي ده عنوان القناة على يوتيوب أحمد الزغلول. طيب نرجع تاني للأسئلة. بنظام الهجرة بنظام اكسبريس انتري، هل أنا بختار المقاطعة اللي أنا عايز أعيش فيها، ولا الحكومة هي اللي اختارها لي؟ لا طبعا أنت اللي بتختار، الحكومة ما بتختارلكش أي حاجة خالص، أنت بلد مهاجر مش لاجئ. اللاجئين فقط هم الحكومة بتوجههم لأماكن معينة حسب الكثافة السكانية، لكن المهاجرين أنت اللي بتختار. طيب رأي حضرتك نبدأ في دولة من دول الخليج، نكون نكون نفسنا وبعدين أفكر في الهجرة، ولا أبدأ من دلوقتي؟ وإزاي أبدأ، وأبدأ منين، وإيه تاني أخده أعرف من مصر واكون جاهز؟ طيب انا هقول لكم حاجه علشان ابقى يعني امين في كل معلومه انا بقولها. نصيحتي الاولى والاخيره، في الاول جرب في مصر مره واثنين وثلاثه، ما تسافرش من مصر مهاجر الا وانت يعني انقطعت بيك الصبر، وما تقولش لا انا مش هضيع وقت وانجز وافكر في الهجرة على طول، وده ليه اسباب كتير جدا. اول حاجة ان في ناس كتير جدا ربنا يعني بيوفقها وبيكرمها في وظائف كويسة وبيستريحوا في الحياة وبيلاقوا نفسهم وخلاص، يعني بيلاقوا ان دي هي دي الحياة السعيدة بالنسبة لهم. تاني حاجة، ان انت لو ما عملتش كده وهاجرت، صدقني مع اول موقف صعب هيحصل لك في الهجرة هترجع مصر تاني، لان انت ما تعرفش ايه اللي موجود في مصر، ما تعرفش ايه الصعوبات اللي موجوده في مصر، ما مرتش المشكله. انا اشتغلت في شركه ادويه، واشتغلت في مستشفى، واشتغلت عند صيدليه، يعني صيدلي في صيدليه ثانيه، وفتحت صيدليه، واشتغلت في الحكومه، واشتغلت في يعني منظمه دوليه، ويمكن يعني انا ما استريحتش في الشغل الا في المنظمه الدوليه دي يعني، لكن يعني كنت خلاص قدمت اجراءات الهجره وكان يعني حصل القبول خلاص، وكان المفروض ان انا اسافر. فانا عارف ايه اللي موجود في مصر، فانا يوم ما هيحصل هنا مشكله بالنسبه لي في شغل او في معيشه، انا مدرك ايه اللي موجود في مصر، علشان كده مش هرجع او مش هيأس من اي حاجه. فجرب الاول. فكره ان انت تبدا بدوله من الخليج دي فكره هايله جدا. اعمل الفايل بتاعك
واسعى بقى، يعني اسعى بقى في مصر او في الخليج، اعرف الدنيا فيها ايه كشغل، كصعوبات، كحياة. أستاذ منجاري؟ لا ما عنديش طاقة درجية، بس عندي أعمال فيديوهات كتير من تاريخ قديم. يعني هما طبعا يعني الورق بالنسبة لهم هو الورق الرسمي. الحكومة هنا كمان هي حكومة ورق، يعني إيه اللي بيثبت مصداقية الشخص؟ حاجات صادقة طبعا، يعني أنا مش قصدي حاجة، أنا بتكلم بالنسبة لهم هم اللي بيثبت دايما هو الورق. في تأمينات عند الشخص، في سجل تجاري، في بطاقة ضريبية، يبقى الشخص ده بيشتغل. يعني حاول ان انت يعني تجيب شهادة خبرة من مكان، بس برضه هيبقى في مشكلة في التأمينات عندي. هو لازم ياخد الايلتس والله لو ده استاذ منه. يعني انت لو درجاتك كاملة من غير الايلتس خلاص، بس انت لازم تاخد ايلتس، اكيد لازم تاخد ايلتس علشان حاجات كتير، لان صعب ان احنا نجمع درجاتنا غير للناس يعني اللي بيبقوا معاهم شهادات كبيرة في يعني في مجالات يعني معينة، دول اللي بيتاخدوا يعني على طول من غير امتحان ايلتس، من غير لغة، من غير اي حاجة، هم عايزينهم علشان عايزينهم بس. لكن احنا مجرد مهاجرين هندخل و بعد كده نبقى مقيمين دائمين، وبعد كده نبقى مواطنين، ناس من الشعب يعني عادي، لازم طبعا نبقى كده عشان نقدر ان احنا نتعامل مع الناس، مع الدولة. معلش يا دكتور، ليه المعادلة في السياحية مكلفة مقابل هجرة؟ ليه مكلفة؟ لأن أنت هتاخد قد إيه يعني فيزا السياحة؟ فيزا السياحة دي مش 10 سنين، مش هتاخدها 10 سنين، ده انت هتاخدها كام شهر؟ الكام شهر دول هتدخل فيهم تمتحن امتحان وتطلع. ادي تكلفة فيزا، وادي تكلفة تذاكر طيران رايح جاي، وادي تكلفة إقامة طول ما انت هناك. طيب وبعد كده امتحان تاني، وبعد كده امتحان تالت، وبعد كده تدريب، يعني هتقعد تتدرب كام شهر. فكل ده انت بتعمله فيها سياحية، عمال بتدخل وتخرج من الدولة، فطبعا طبعا تذاكر كفاية تذاكر طيران. ازاي اجيب ترشيح مقاطعة في موقع معين؟ ازاي اجيب ترشيح؟ بص، هو في ترشيحات للمقاطعة في برنامج الاكسبريس انتري، يعني كل مقاطعة بيبقى ليها درجات معينة مطلوبة علشان تهاجر لها، فالدرجات دي هي اللي بتحدد اذا كنت انا هنفع ان انا يعني اهاجر المقاطعة دي او ما ينفعش. فأهم حاجة لازم تحصل إن أنت تحاول إن أنت تجمع درجاتك، يعني درجات أكبر بقدر الإمكان، بحيث إن أنت يبقى عندك اختيار لأكثر من مقاطعة، فيحصل لك نومينيشن أو ترشيح من أكثر من مقاطعة، لأن ده ممكن، وأنت ساعتها أنت اللي تختار بقى المقاطعة اللي أنت عايز تروحها. لكن في مقاطعات بيبقى ليها نظام هجرة خاص بيها، يعني زي كيبك، زي ساسكاتشوان، زي مانيتوبا. لو أخدت ترشيح، ده سؤال كويس جدا يا أستاذ عبد الرحمن، لو أخدت ترشيح من مقاطعة بس بعد ما وصلت عرفت تجيب منحة في مقاطعة تانية، هل تقدر تنقل ولا كده تضيع عليك المنحة؟ لا طبعا تقدر تنقل، مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة. طيب يعني أنا آسف إن أنا في بس أسئلة يعني مكررة، الناس يعني هقول الأسئلة دي بس مش هقول إجابتها، لأن إحنا قلناها
من شويه للناس اللي لسه داخله، فدي حضراتكم ممكن ان انتوا تشوفوها يعني في التسجيل بعد ما نخلص ان شاء الله نبقى نرفع الحلقه. اللي هي ما هي درجات الايلتس و انا معايا سجل تجاري استاذ شيماء، معايا سجل تجاري ممكن أأمن على نفسي. أأمن على نفسي ولا اعمل شهادة خبرة لنفسي؟ اه طبعا ممكن، مجرد ان انت معاكي سجل تجاري وبطاقة ضريبية ممكن ان انت تعملي تروحي تأمينات، تفتحي تأمينات، تشتري 2 خبرة، 2 يعني تأمينية، وتعملي كمان شهادة خبرة لنفسك من الشهر العقاري. بس بتروح لهم بالسجل التجاري بتاعك، يعني تبقى انت صاحبة المنشأة ومعاك السجل التجاري باسمك، تكتبي شهادة خبرة وتروحي توثقيها هناك، وبعد ما توثقيها ممكن توثقيها كمان من الخارجية. طب نبدأ ازاي ومنين؟ يعني غير الايلتس في شهادات او كورسات ناخدها من مصر ولا المعادلة والبورد لازم يتم داخل كندا؟ يعني مفيش حاجة إجبارية، مفيش أي حاجة ممكن تقولك لازم تاخد الكورس ده أو لازم تاخد الشهادة دي أو كده، بس كل كورس أنت هتاخده أو كل حاجة أنت هتحضرها بالنسبة لصيدلة هتفيدك في المعادلة. لكن يعني هي دي قيمتها، قيمتها هو إنها تساعدك في المذاكرة، لكن مش قيمتها إن أنت ممكن تشتغل بيها أو إن أنت تحطها في CV ويؤخذ بيها أو كده. شهاداتنا بتاعة التخرج، شهاداتنا البكالوريوس لا يؤخذ بيها، يعني للأسف ده من الحاجات اللي ممكن تصدم الواحد. أنا محضر ماستر في البايوكيمستري بعد الصيدلة، ويعني أخدت عليه درجات في الهجرة، لكن هو كعمل هنا لا يؤخذ بيه، ملوش لازمة. يعني أنا عملت الشهادة دي بس علشان كمان الهجرة، عشان آخد شهادات يعني عشان آخد قصدي درجات الماجستير، لكن مش علشان اشتغل بيها. فلازم نبقى مدركين للموضوع ده يعني. وده مش علشان احنا من مصر، يعني انت لو من اي بلد هيبقى نفس الموضوع، يعني ما تزعلش من حاجه، لو انت جاي من ايطاليا مثلا او فرنسا نفس الموضوع بالظبط، هتعادل فكره. طيب دكتور احمد، لو ما عرفتش اجيب شهاده خبره لكن جالي عرض عمل من شركه كنديه هقدر اسافر؟ طبعا هتقدر تسافر، يا سلام، ده عقد العمل ده خلاص، ده يعني انت سافرت خلاص يعني. عقد العمل ده اكتر حاجه بتبقى سهله ان واحد يبقى معاه عقد عمل وعايز يسافر. طيب ما هي التكاليف قبل التقديم واثناء وبعد التقديم؟ لأن دي أهم حاجة، أنا سمعت أرقام مش متأكد منها بس بسأل حضرتك عشان متخصص. لا أنا مش متخصص، أنا مش محامي هجرة ولا حاجة، أنا مجرد يعني شخص حاول وقدر إن هو يعني يهاجر كندا، لكن مش متخصص. كل اللي أنا بحكيه هو تجربتي الشخصية، فهقول لحضرتك التكاليف اللي أنا دفعتها. لكن دي أيام ما كان الجنيه قيمته يعني الدولار قيمته 7 جنيه، يعني هنضطر نعمل شوية حسابات، لأن أنا مش قادر إن أنا أعمل حسابها في دماغي دلوقتي. يعني هقول لكم التكاليف بالظبط. أنا دفعت في الأوراق وفي الدراسة وفي الامتحانات وفي كل حاجة من الحاجات دي حوالي 40,000. ال40,000 دول ما اتدفعوش مرة واحدة، إنما كان كل خطوة من الخطوات على مدار 4 سنين بتتطلب يعني حاجة معينة، فكان دي مثلا بتاخد 1,000، دي بتاخد 2,000، دي بتاخد 500 وهكذا. فكان يعني في جزء كده من دخلي هو خاص بس يعني رايح للهجرة بس. فدي من الحاجات الكويسة في الهجرة إن أنت متدفعش المصاريف دي مرة واحدة. بعد الهجرة يعني المصاريف اللي تقضيك في أول
يعني كام صح؟ دي برضو زي ما قلت لحضراتكم دي متعلقة بالمقاطعة، المقاطعة هي اللي بتحددها لك. يعني بس هديلكم مثلا مثال، في كباك هنا بيبقى لازم يكون معاك حوالي من 5 ل 6000، إذا كنت يعني متزوج وعندك طفلين في نظام الإكسبريس إنتري لازم يكون معاك حوالي 22000 دولار كندي. طيب جزاك الله خير، شكرا وإياكم، ربنا يعزك ويحفظك يا رب. أستاذ محمد صبحي، دكتور أنا سألت لو زوجتي متنقبة هل ممكن تشتغل صيدلانية ولا لأ؟ وهل مقبول في المجتمع ولا لأ؟ يعني بص، أنا من ساعة والله ما فتحت ال يعني أو ما يعني ما عملت القناة والبلوجات، وأنا بحاول إن أنا يعني أنقل لكم صورة واقعية واقعية جدا. فلما كنت مثلا بتكلم عن اخلاقيات الكنديين وانها عاليه وي 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 وتعبيراتهم وطريقه تنقيه الفاظهم وخصوصا في الادارات الحكوميه، والله ده مش مبالغه خالص. كمان لما جيت اتكلمت عن النقاب وقلت ان هو صعب برضو، يعني ده ما كانش تهويل، ده للاسف ده الحقيقه. انا عايز اقول لكم على حاجه، للاسف احنا هنا بندفع ثمن غلطه احنا ما عملناهاش. انا كمسلم انا حاسس ان انا بدفع ثمن غلطه انا ما عملتهاش. يعني يكفي ان انا كنت مثلا يعني الاسبوع اللي فات في تجمع معين، والتجمع ده يعني خاص بديانه معينه، بس انا كنت موجود لاني مشرف على حاجه في التنظيم يعني. ف يعني مجرد ما قلت ان انا اسمي احمد الناس بصوا بخوف، الناس خافوا، متخيلين مع ان احنا بنتكلم عن كندا ما فيش عنصريه خالص، وما يعني ما فيش حد وجه لي اي كلام ولا اي حاجه، بس انا حسيت ان الناس خافت، حسيت ان في ناس اتاخدت كده شويه لمجرد ان انا اسمي احمد. الناس دي هل هي اخذت الانطباع ده او الخوف ده بسبب اسمي او بسببي انا، بسبب شخصي انا؟ نهائي، انما بسبب اللي بتسمعه وبسبب اللي بيحصل كل يوم. فاحنا هنا بندفع ثمن غلطه، وخصوصا بقى لو واحد يعني كمان يعني ملتزم مثلا، يعني واحد ملتزم مربي لحيته مثلا، وإنسان خلوق وإنسان كويس وإنسان صالح في المجتمع وملوش دعوة بحد ولا حد ليه دعوة بيه، بيواجه مشاكل، بيواجه مشاكل للأسف، وبيواجه مشاكل في مصر. يعني هو ما بيواجهش مشاكل في مصر ولا في الدول العربية، هو بيواجه برضه مشاكل في مصر. فهو العالم كله دلوقتي اتغير، إحنا بندفع الثمن غلطة إحنا ما عملناهاش. يعني نصيحتي إن لأ، يعني ما تخليهاش إن هي يعني تقدم على الخطوة دي بس عشان ما تصطدمش، لأن هيبقى في صعوبة إن هي تلاقي فرصة عمل، وهيبقى في صعوبة كمان هقول لك إيه في التعامل مع الناس يعني. وطبعا المقاطعات بتختلف عن المقاطعات. هنا في كيبك الموضوع صعب جدا 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 جدا، يعني مؤخرا يعني بعد قد إيه شفت واحدة منتقبة، وتقريبا هي كانت من اللاجئين السوريين، يعني مش ما كانتش المجد. المجتمع هنا بيرفض النقاب جدا جدا. طيب أقدم في مونبروجي دلوقتي ولا استنى نتيجة تي سي اف؟ زوجي معه شهادة في التسويق من الغرفة التجارية الأمريكية. الأسئلة يعني كل ما يجي السؤال بيصير بيبقى في حد كتب سؤال تاني، فمعلش أنا آسف. ها
طيب انا هرجع لحضرتك تاني يا استاذ شيماء. في سؤال كان في قبل كده استاذة علا، دكتور احمد، هل الحصول على فرصة عمل في كندا من خارج كندا اصبح اسهل الان بعد الغاء شهر لميا؟ بس هو الفكرة كلها ان صاحب العمل نفسه، هل صاحب العمل نفسه هيوافق ولا لا؟ هنا ما بيوافقوش على ناس ما عندهمش خبرة كندية، ده رقم واحد، ما عندهمش لغتين، فرنساوي وانجليزي، غالبا بتبقى الفرنساوي هي الاساس بالنسبه لكيبك، والانجليزي بالنسبه لباقي المقاطعات، وما عندهمش كمان التعامل مع الثقافه الكنديه. يعني ايه تعامل مع الثقافه الكنديه ده؟ عشان ده حاجه من الحاجات اللي انا ما كنتش فاهمها اول ما جيت، ليه الناس مش عايزه تشغلني. ف التعامل مع الثقافه الكنديه ان يعني انت قعدت في كندا فتره، ففهمت الناس طبيعها ايه، ففهمت الناس لما بتيجي تهزر بتقول ايه، فهمت الناس لما بتيجي تتضايق بتقول ايه. انت عندك يعني you are familiar with the Canadian culture، يعني ده المقصود بيه، يعني ان انت الثقافة الكندية نفسها مش غريبة عليك. ده بيتطلب ان انت تبقى متواجد قبل كده في كندا، وكمان معاك دبلوم او شهادة من كندا او معادلة من كندا. أنا عايز أقول لحضرتك المسلمين من أحسن الناس، أنا تقريبا أغلبية الصحابي مسلمين، وبعدين محدش ليه إنه يحكم عليك غير ربنا، فما تاخدش في بالك. ربنا يعزك يا أستاذ مين، ربنا يعزك يا رب ويكرمك. يعني أنا دايما بحب أبقى واقعي. مفيش يعني كل واحد بيبقى جواه مخاوف. الناس حقيقي بتخاف من ال يعني أو يعني بلاش إن أنا أعمم علشان ما يبقاش انتوا برضو تاخدوا انطباع مش صحيح، لكن في ناس كتير جدا جدا بتخاف من العرب، بتخاف، هي مش كرهاها، هي خايفة منها. وفي حكايات كتير جدا، يعني لولا ضيق الوقت ان انا كنت يعني ذكرت لكم امثلة كتير. يعني ده راجع لايه؟ ده راجع للي بيحصل. احنا لسه من يومين، لسه امبارح، انا هبقى شايل لكم الصوره دي على الصفحه ان شاء الله، يوميات مهاجر مصري، هبقى شايل لكم الصوره دي عليها من الجورنال. واحد عمل كليب، هو يعني كان جاي من مع اللاجئين من سوريا، وعمل كليب ان كندا دوله كافره وكندا ما اعرفش ايه، ولازم نقيم الشريعه ولازم مش عارف ايه، حاجه زي كده. دي حاجه مخيفه جدا، حاجه زي كده يعني لازم بتخلي اي حد يعني يخاف على بلده ويخاف على ثقافته، فطبعا يعني لازم يخاف. هو ما يعرفش بقى، يعني ما يعرفش والله ده ملته ايه، ولا طائفته ايه، ولا فكره ايه. هو في الاخر ده قدامه شخص عربي، ده قدامه بيتكلم بصفته ايه، بيتكلم بصفته مسلم، ما يفهمش بقى التفاصيل اللي احنا نفهمها. فللاسف دي بيبقى يعني مطلوب مننا مجهود كبير ان احنا نعرف الناس هنا ثقافتنا. يعني طيب، how can I get a Canadian job offer while still here in Egypt? Very hard. يعني صعب جدا جدا ان انا احصل على وظيفة الا لو كنت في تخصص مطلوب جدا. اما ان انا لو كنت مثلا صيدلي او مهندس او يعني المهن الكتير اللي بتفكر في الهجرة، او غالبية المهن اللي بتفكر في الهجرة، لا مش صعب ان احنا نلاقي وظيفة. نقدر نقول ان لو جاء عرض عمل من كندا هيبقى مش مهم الايلتس وشهادة الخبرة وال 22,000 دولار؟ مش هيبقى مهم الكلام ده كله، لان انت بتدخل بقى كندا بفيزا تانية خالص اللي هي فيزا عمل، وبتعمل يعني اجراءات الهجرة وانت جوه كندا، وانت على فيزا العمل وانت جوه كندا، فبتاخد اساسا درجات بسبب اقامتك، ودرجات تانية بسبب ان انت اشتغلت في كندا، يعني بتلاقي تجميع درجات مختلفة خالص يعني. فطبعا لو جاء عرض عمل الموضوع بيبقى مختلف خالص.
ازاي اقدر اوفر بروف اوف فاند عشان اقدر اسافر. ده بيبقى بالنسبة مثلا لكيبك هو إقرار أنا بكتبه إن أنا معايا المبلغ ده وبس خلاص. بالنسبة لإكسبريس إنتري في ناس بتبعت لها إيميلات بتطلب منها كشف حساب، هو واحد بس اللي أعرفه للأمانة، ما أعرفش حد تاني حصل الموضوع ده، بس طلب منه إن هو يبقى عنده كشف حساب أو كشف ممتلكات. ما فيش مراكب من الطريقة دي بتروح كندا. لا ما فيش، ده محيط، حتى محيط و 12 ساعة، 12 ساعة بالطيارة يعني، حاجة الركن البعيد هذي. طب أنا لو سافرت الخليج أو السعودية، لو سافرت الخليج أو السعودية ممكن أسافر منها لكندا أو أعد نفسي هناك إني أسافر منها؟ آه طبعا ممكن. أنت في الخليج ممكن إن أنت تحاول إن أنت تجمع مبلغ معين، المبلغ ده هو يقدر إن هو يساعدك في إجراءات الهجرة، ممكن كمان إن أنت تقدر إن أنت تتعلم هناك وأنت بتشتغل لغة وتمتحن، فمش هتحس قوي بتمن الامتحانات، مش هتكسرك زي مصر مثلا، لأن مصر أنت ممكن علشان يعني تاخد الامتحان تدفع فوق 2500، وعلشان ان انت انا مش عارف سعره كام، لو حد عارف سعره كام دلوقتي امتحان التي سي اف مثلا يقول لنا، هتدفع فوق 2500، وكمان علشان تعدي الامتحان هتدفع زيهم. انما في الخليج يعني مش هتحس بالكلام ده قوي. بالنسبه للصيدله الاكلينيكيه، ايه فرصها في كندا؟ الصيدله في كندا هي صيدله اكلينيكيه خلاص، ما عادش عندنا صيدله عاديه، هو كل صيدله في كندا هي عباره عن صيدله اكلينيكية. يعني حتى الـ يعني شهادة البكالوريوس خلاص ما عادش فيها شهادة هنا غير في جامعتين ثلاثة، هي اللي بتطلع شهادة البكالوريوس. اللي هنا بيتخرج هو معاه فارم دي، الخريج هو لسه متخرج من الجامعة معاه فارم دي على طول، معهوش بكالوريوس، شهادة البكالوريوس دي انتهت. ونفس الموضوع برضو بالنسبة للطب، شهادة البكالوريوس برضو اتلغت، بقت اسمها ام دي، انا ناسي بقيه الحاجه، بس هي بقت شهاده تانية معناها ان هو معاه الماجستير في الجراحه على طول، يعني بيتخرج مع ماجستير في الجراحه. طيب فيزا العمل، لو جات لي عرض عمل هناك ممكن اسافر مع زوجتي وبنتي، مصاريفها مصاريفها ايه؟ ممكن، لان انت بتسافر وبتعمل لهم زي كده زياره، او اللي احنا بنسميه في الخليج كده استخدام، لو حد سمع المصطلح ده قبل كده. فعادي بتجيبهم عادي معاك، مفيش مشكله، وبنتك بتدخل المدرسه عادي، مفيش مشكله. أستاذ أحمد رزق، يا ريت حضرتك تستفيد في إزاي أعد نفسي من الخليج وأنا شغال هناك، على المستوى العلمي والمعادلة واللغة والذي منه، بالتفصيل يا دكتورة لو سمحت. يعني أنا هقول لحضرتك إن أنا شايف إن أنت صعب إن أنت تعد نفسك على المستوى العلمي بخصوص الصيدلة، ده هيبقى اجتهاد شخصي كده، تشوف فيديوهات مع النت وتذاكر مع نفسك كده. لكن انت تقدر تعد نفسك بالنسبه للمستوى اللغوي، ان انت يعني زي ما قلت لكم كورسات، تاخد كورس كده فرنساوي محترم وتدخل الامتحانات بتاعه اللغات سواء ايلت او تي سي اف. وعلى المستوى المادي ده برضه هيساعدك، لكن على المستوى العلمي بالنسبه للمعادله لا، ده مش يعني المساعده فيه او نسبه المساعده فيه هتبقى بسيطه جدا لو احنا بنتكلم عن الخليج يعني. هل لو هتعيش كويس ده استاذ محمد صبحي، هل لو هتعيش كويس وتعليم الاولاد هتقدر توفر، ولا هتعيش عيشه كويسه خلاص؟
ده من الأسئلة الشائعة واللي سألتها كتير. هو احنا يا جماعة احنا ليه بنوفر فلوس؟ احنا بنوفر فلوس علشان الأمان، محدش عارف الزمن في ايه، وعلشان نتطور كده في حياتنا، يعني أجيب بيت أكبر، أجيب شقة أكبر، أجيب ممتلكات، وعلشان إن أنا كمان أتفتح، أخرج، أسافر. غالبية المصريين بيوفروا علشان الجزء الأولاني والتاني بس، تمام؟ أنت في كندا هتوفر علشان الجزء التالت بس. ليه الكلام ده بقى؟ أقول لك ليه. أول حاجة، لأن أنت مش محتاج توفر عشان الأمان، لأن أنت لو حصل لك أي حاجة الحكومة واقفة جنبك، يعني ممكن ترد على طول واقف جنبك كده، يعني أي حاجة هتحصل على طول. يعني أنت هنا مثلا بترفع السماعة على حد تقول له والله أنا يعني مزنوق في فلوس أو مزنوق في حاجة ومش عارف إيه، لا أنت بتروح على طول الحكومة. فالحكومة دايما محسساك بالأمان، فبتخليك أنت تشتغل وتسعى وتروح وكده، وأنت مش خايف أبدا ممكن يحصل ضرب أي لحظة، لأن أنت عارف إن يعني في ليك ظهر. كمان بالنسبة للخدمات الصحية، الخدمات الصحية كطوارئ وك يعني ك كعمليات وكحاجات كلها بتبقى يعني على نفقة الدولة، بما فيها العمليات الكبرى جدا، يعني كلها على نفقة الدولة. ضيف على ذلك بقى الموضوع ان انا بوفر علشان اجيب ممتلكات. هنا الممتلكات مفيش حد بيدفع كاش في ممتلك، يعني انا ما بروحش مثلا، او في عقار، اسف، يعني او يعني انا ما بروحش مثلا لواحد مثلا سمسار واقول له انا عايز اشتري البيت ده منك، اقول له كام، يقول لي 300,000، اروح مديله تقبض يا عم 300,000، مفيش الكلام ده هنا. كل حاجة ماشية بمصطلح كده اسمه مورجج. ايه هو المورجج ده؟ ده اللي هو بنسميه في مصر الرهن العقاري. ده قسط على المدى البعيد، على 20 سنة، أو تقسيط المبلغ على 20 سنة. كل الناس ماشية كده، كل العالم ماشية كده. فأنت مش محتاج يكون معاك مبلغ، بس أنت في الأول برضو علشان المعلومات تبقى، أنت بتدفع في الأول مقدم، والمقدم ده انت يعني مش من صعب ان انت توفر، لكن ما بتدفعش المبلغ الكامل. هل فعلا ضرائب عالية جدا؟ ضرائب عالية جدا، بس يعني انا حاسس بيها، يعني انا حاسس بالضرائب دي، انا حاسس بالضرائب دي وانا ما بتقابلنيش مثلا مشكلة في المصرف، حاسس بالضرائب دي وانا مش شايف ان في حاجة بتنقص، سكر ناقص ولا بنزين ناقص ولا مش عارف ايه، حاسس بالضرايب دي وانا شايف ان البوليس موجود والامن موجود وباب بيتي مفتوح. يعني انا والله انا بكلمكم، احنا عندنا يعني في اغلب البيوت في كده يعني بابين، باب اللي هو بتاع المدخل وباب بتاع الباك يارد او باب الطوارئ لو انت في شقه. انا باب الباب ده اللي هو باب الطوارئ ده، يعني انا بتكلم من جنبه مفتوح، يعني فتح اساسا مش معمول له لوك مثلا ولا اي حاجه، وده بيبقى على الشارع على طول، يعني اي حد ممكن يدخل في اي وقت، عمرها ما بتحصل. او علشان نكون واضحين، صعب جدا جدا انها تحصل. فهي الضرايب عالية، بس انت محتاج ان انت توفر الضرايب دي. انت في مصر انت بتحاول انك توفر فلوس عشان تروح تسكن في كومباوند مثلا معين، ففي امن، فصرفت انت كده على الامن، وبتصرف يعني فلوس علشان تودي ولادك في المدرسة مثلا فيتعلموا كويس، فبتصرف فلوس على التعليم، وبتصرف فلوس علشان تحاول إن أنت يعني تتعالج كويس عند دكتور كويس أو كده، فبتصرف، اعتبرها دي المصاريف اللي أنت بتصرفها في كل الحاجات دي. هي طبعا أقل بكتير جدا من قيمة الحاجات اللي بتقدمها. طيب، هل كندا محتاجة بطاطي؟ كندا محتاجة الكل. وكندا محتاجة للأيدي العاملة المهارية، أنا مش عارف أترجم الكلمة، هل ترجمتها صح ولا غلط، بس يعني أكثر من الشهادات، يعني مثلا إن هي محتاجين طباخين أكثر بكتير جدا من حاجاتهم للصيادلة، محتاجين سباكين أكثر بكتير من احتياجهم لمهندسين مثلا، لكن محتاجين أطباء مثلا، ده بالنسبة للناس اللي عندهم شهادات، محتاجين أطباء كتير أوي أوي أوي. بعد وقت قد ايه من السفر يا دكتور ممكن اعمل استخدام لزوجتي
بعد يومين. أنا صيدلي، بس لحد ما أخلص المعادلة هناك في فرص عمل في مجالات تانية، فرص العمل كتير جدا طول ما أنت ماشي مطلوب، يعني أعمال بنسميها كاجوال ووركس. دي بتبقى يعني شغلانات بسيطة، شغلانات عادية بالمينيمم، يعني بتشتغل فيها لحد ما تخلص. معلش يا جماعة، أنا آسف إن أنا يعني أحيانا يعني بقفل بس كده، لأن الولاد معايا النهاردة، فأنا بحاول إن أنا يعني أقعد دايما في مكان يبقى فيه ميبقاش فيه دوشة شوية. طيب، هل البرمجة تحتاج لمعادلة؟ لا، البرمجة لا تحتاج لمعادلة. متوسط الدخل السنوي اللي يكفي الأسرة من 4 أفراد، ده معتمد على طبيعة الأسرة دي، بس أنا هقول لك مثلا الحد الأدنى اللي إحنا بنسميه مثلا اللي هو خط الفقر، يعني هو حوالي يعني في حدود 20,000 دولار السنة دي سنويا. تحت كده فالشخص ده أو الأسرة دي تحت خط الفقر، أو يعني محدودة الدخل، يعني كلمة تحت خط الفقر دي مش مستخدمة، بنستخدم أكتر محدود الدخل. يكفي الأسرة قد إيه؟ ممكن أسرة تبقى جاية وهي يعني حسب الثقافة اللي هم جايين منها وحسب المكان اللي هم جايين منه، يلاقوا إن 20,000 ده يعني معيشة حلوة خالص، وممكن حد يكون جاي ويلاقي إن 30,000 ده حاجة وحشة خالص. عموما علشان يعني أدي لك مثال، يعني ال أسعار مثلا الأكل والشرب هنا حاجة بالنسبة للدخل رخيصة جدا، يعني أنت ممكن تشتري كل حاجة الأسبوع في حدود الـ150 دولار، فأنت أكلك وشربك خلال الشهر أنت وزوجتك وأولادك بيدخلوا مثلا في حوالي يعني 600 700 تقريبا. فده يديك يعني المؤشر العام الأسعار عاملة إزاي والحياة عموما عاملة إزاي. طيب، مهندس ميكانيكا في السعودية، ممكن أهاجر من هنا ولا لازم أرجع مصر؟ ممكن أهاجر من أي حتة في العالم عادي، مفيش مشكلة. تعرف الصيدلي الكوميونتي التام، الصيدلي بيبدأ من 40 ولحد 80، بعد 80 ده بيبقى من 60 يعني، وأنت طالع ده بيبقى تقريبا الساعة بتاعت المانجر يعني. بتتحسب زي مصر؟ لا، الساعة دي ساعة 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 مش ساعة شهر، ساعة ساعة يعني 40 دولار في الساعة، مش الساعة في الشهر. أنا صيدلي شغال في الخليج في شركة أدوية. اللي ممكن أعمله دلوقتي في الورق للهجرة في حضرتك، أنصحك إن حضرتك تدخل على قناتي، كنت كاتب لينكها كده في الأول، ادخل على البلاي ليست بتاع الهجرة في كندا، وهتلاقي فيه كل الأوراق اللي مطلوبة من حضرتك، كل يعني الخطوات اللي المفروض تتعمل، والحاجات اللي أنت يعني لازم تاخد بالك منها وكده. يعني أنا آسف إن أنا مضطر دلوقتي إن أنا يعني أقفل معاكم، لأن يعني المفروض إن أنا هرجع تاني للمذاكرة شوية، فإن شاء الله يعني الأسبوع الجاي نكمل مع بعض، ناخد ساعة أو ساعتين تاني إن شاء الله رب العالمين، ولو في فرصة برضه في وسط الأسبوع إن شاء الله يعني ممكن إن إحنا نعمل لقاء تاني. أنا يعني متشكر لكم جدا على الوقت ده، وآسف على الأسئلة اللي أنا ما قدرتش إن أنا أرد عليها، هقراها كلها
وإن شاء الله يعني هجاوب عليها إما على صفحة أو فيديو على على يوتيوب. القناة على يوتيوب فيها فيديوهات ومحتوى أكتر بكتير جدا من الصفحة، يعني الصفحة إلى حد ما هي يوميات مهاجم مصري ليها يعني طبع لحد ما ترفيهي شوية، يعني مش كتير بتكلم في التفاصيل يعني لكن القناة فيها كل إجراءاته، فيها كل حاجة عن الحياة برضو، لأن أنت لازم تعرف أنت مهاجر رايح فين، في فيديوهات عن الحياة في كندا وكل تفاصيل الحياة. يعني جزاكم الله خير على كل الوقت الجميل ده ودعواتكم، ويعني ربنا ما يحرمنا من تشجيعكم ودعمكم، وأنا شكرا يعني أنا شاكر جدا جدا على الدعوة الكريمة، وأرجو إن أنا أكون في التقوى يا رب العالمين. ربنا يوفقكم ويكرمكم ويسعدكم إن شاء الله رب العالمين. شكرا لكم والسلام عليكم.